بفضل الرؤية الملكية المتكاملة أضحت المملكة ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوح على المستوى الإقليمي والدولي، مكن من توجيه بلادنا نحو مشاريع استراتيجية أساسها بناء اقتصاد تنافسي، جعل المملكة قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول. وهي رؤية سديدة أخذناها على عاتقنا في الحكومة من خلال بذل المجهودات الإضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع. فالحكومة ومنذ تنصيبها تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو الاقتصادي التي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري الدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ببلادنا وضمان الصمود المقاولات المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية.